تكونت جمعية حي الرقص عام 2014 وكونوها مجموعة تاع النساء هوات ومحترفات أما كلهم مغرومات بالرقص. الهدف الرئيسي نتاع الجمعية هي باش تعرف فن الرقص وباش تحسس به زيادة باش يلقى شرعية متاعه في تونس. فضل تفنن باش نجمو احنا نواصلوا زيادة في المشروع متاعنا، والمرة هذه التواصل الثاني دونك هو باش يتوجه للي كوريغراف أكثر منه من لي دانسور كيما كان في التواصل الأولاني. باش يبدا هو المشروع بواسي كوريغرافي، باش نختاروا شبان دي كوريغراف جون وباش يكونوا مرافقين بعدد من الخبراء الفنانين اللي هما بتات عندهم اكثر تجربه باش يشاركوا وباش يتقاسموا بعض الافكار مع دي جون كوريغراف اللي هما باش يشاركوا في البروغرام هذايا. يتوجه المشروع تواصل ثلاثة فئات مختلفة. الفئة الأولى هي بالطبيعة الرقيسي وإلا لي كوريغراف، معاهم باش يكونوا فنانين جايين من اختصاصات مختلفة، تنجم تكون دراما ولا يكونوا جايين من الفن التشكيلي ولا يكونوا جايين من السينما، دونك هذوما باش يشاركوا وباش يتختاروا. الفئة الثالثة اللي هي مهمة برشا بالنسبة لمشاريع تواصل هي فئة الشباب تاع دور الثقافة، لي زارتيست اللي باش يتختاروا باش يكونوا دي بينوم وهما باش يمشيو للدور الثقافة دونك 5 ميزون دو كولتور وباش يخدموا مع الشباب اللي هما ديجا ناشطين في نوادي الرقص نتاع بعض دور الثقافة اللي باش يشاركوا معانا. المشروع مقسوم على 3 مراحل. المرحلة الأولى أشهر جان في فيفري 2021 باش يصير الوسي الكوريغرافي، هما باش يكونوا 5 من تونس وواحد أجنبي ومن مختلف الاختصاصات. المرحلة الثانية باش يصيروا إقامات فنية في دور الثقافة اللي هما باش نتشاركوا معاهم. الإقامات هذوما باش تدوموا 3 أشهر بين مارس وماي 2021. دونك كل بينوم اللي هما 5 بينومات باش يمشيو هما الوغتور في 5 دور ثقافة مختلفة وباش يصنعوا مع الشباب تاع دور ثقافة عروض كوريغرافيك قصيرة ما تفوتش 20 دقيقة. المرحلة الثالثة تاع المشروع هذا المشاريع الكوريغرافيين هذوما اللي تعملوا يتعرضوا في دور ثقافة ديجا وين تصنعوا وان شاء الله نجموا زادا نوزعوهم باش يشوفوهم جمهور اخر اكبر وبتاتر فماشي تورني بوسيبل ولا حاجه. مشروع نجموا نقولوا يتجاول ايتينيرون على خاطر باش يصير في بعض الاماكن مش فرد بقع اللي باش يشاركوا معانا اماكن ثقافيه وفنيه معروفه ديجا خلاف دور ثقافه بيسات النوف كمال الازعر البديل ميزون ديماج الارتيستو، دونك هذوك اماكن اللي باش يصيروا فيهم الاقامات وتواصل الكوريغرافي. بينا نعطيو نظرة جديدة للفن الكوريغرافي، لازمنا نخرجوا من الفكرة انه الدانس ولا الكوريغرافي هي مربوطة بالبدن وبالحركة وكهو، ينجموا يتكونوا من حاجات اخرين وهذاك علاش سمينا المشروع الثاني تواصل 2 تسائل الابداع الكوريغرافي. اللي يحب يشارك معنا في المشروع هذا جديد ويكون واحد من بعض العشرة سواء لي دانسور كوريغراف سواء من لي زارتيست بلوري ديسيبلينير عندنا باش نحلوا باب الترشحات، ماذا بكم معنا تقعدوا معنا على المواقع الاجتماعية فيسبوك الباج ويب والا الانستغرام واسيي داتر نومبرو ومرحبا بكم في كل وقت ان توكا ان شاء الله على قريب مع لي بروجي تواصل وجمعية حي الرقص.